السلام عليكم، راح أكون معكم أنا أخوكم محمد ناجي في كورس تصميم المواقع باستخدام برنامج أدوبي فوتوشوب CC 2017 اللي هو آخر نسخة من سلسلة برامج فوتوشوب. لكن قبل ما نبدأ في الكورس ممكن يخطر في بالك مجموعة أسئلة مثل السؤال هذا: هل بيلزم يكون عندي معرفة مسبقة بالفوتوشوب؟ في الكورس هذا رح نبدأ من أنه أصلاً ما يكون عندك برنامج الفوتوشوب، يعني ما تقلق من الجزئية هذه. رح نبدأ من أنه ننزل البرنامج مع بعض، نشغله على أجهزتنا ونفعله مدى الحياة، فما بيلزم يكون عندي أي معرفة مسبقة ببرنامج الفوتوشوب. السؤال الثاني: شو فايدة تصميم الموقع على الفوتوشوب؟ السؤال هذا كتير ناس بتسأله، علشان هيك راح تكون إجابته في فيديو منفصل وهو إن شاء الله الفيديو الثاني. فنسيبه شوية ونجي على السؤال الثالث: شو هو الناتج النهائي من هذا الكورس؟ في الكورس هذا راح نصمم مع بعض هذا الموقع. نعمل زوم ابتداء من الهيدر، من الهيرو سيكشن، الأباوت أس، أور أبروتش، Our work، الفيسبوك analysis، والget in touch. لكن احنا ما راح نفوت على طول في تصميم هذا الموقع، راح نعرف قبل مجموعة شغلات، زي مثلا كيف انا ممكن استخدم خط مش موجود عندي على الجهاز في التصميم. كتير بنعرف انه الناس خاصة المبرمجين بطلوا يستخدموا صور الايقونات، زي يعني ايقونة فيسبوك وتويتر وجوجل بلس ولينكدين. الايقونات هذه صارت حديثا تعتبر كأنها فونت. رح نعرف كيف نستخدم مكتبة الفونت اوسم في التصميم من خلال برنامج الفوتوشوب، وكمان رح نعرف شو يعني التصميم المتجاوب، شو يعني انه انا اصمم على الفوتوشوب تصميم يكون متجاوب على جميع الاجهزة. كيف اخلي اللي بعدي او المبرمج اللي يبرمج الموقع اللي انا اصممه يعرف انه هذا التصميم لازم يكون متجاوب على جميع الاجهزة. اوكي، السؤال الرابع: هل الكورس هذا كفاية انه احترف التصميم بالفوتوشوب؟ ببساطة شديدة لا. كلمة احتراف ما بتيجي من كورس واحد، وما بتيجي كمان من 100 كورس. علشان تحكي عن حالك محترف لازم انه انت تجرب بايدك. في الكورس هذا احنا راح نطلع نهاية بناتج نهائي اللي هو الموقع اللي احنا تو شفناه، لكن لو انت مشيت معي خطوة خطوة وطبقت ووصلت للناتج النهائي وبعد هيك تركت الفوتوشوب، مش راح تحكي عن حالك انه انت مصمم، لانه انت فعليا راح تكون نسيت كل حاجة. لكن لو انت مشيت معي في الكورس وبعد ما خلصته طبقت لوحدك مرة ومرتين وثلاثة، راح تكون او راح تحكي عن حالك انه انت وصلت لمرحلة ممتازة باستخدام برنامج الفوتوشوب. كمان شغلة، لازم انه يكون عندكم حب التعلم، علشان تاخذ انت الكورس هذا مش انه انت جاي تتعلم التصميم وخلص. شوف، لو انت مش حابب انت تتعلم فوتوشوب من المرحلة هذه لا تكمل معايا، لكن لو انت حابب انت تتعلم التصميم باستخدام الفوتوشوب فأهلا وسهلا فيكم، وبشوفكم في الفيديو اللي جاي.